المشارك في إقامة الفكر السليم، في تحقيق الأمن الفكري، ابتداء الوالدان. جميل. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم مكن الله تعالى بالآلات التي ندرك من خلالها وجعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة لعلكم تشكرون. فالمبدأ هو في الخروج الأول، عندما يكون الإنسان يخرج لا علم له بشيء فيتلقفه والده، فالواجب عليهما في رعاية ابنهما وبنتهما وولدهما ما يجعل المسؤولية الأولى على الوالدين في تحقيق الأمن الفكري بزراعة وبذر المعاني السليمة الصحيحة ورعايتها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على فطرة. وهو ما جعل الله تعالى من مرتكزات في فطر الناس من محبته وتعظيمه والانجذاب إليه. هذه الفطرة إما أن تقوى وتعزز وتقوى وتوجه إلى الطريق السديد، وإما أن ينحرف بها. ولذلك قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه أمثلة لأوجه الانحراف بالفطرة عن طريقها القويم الذي يوصل إلى الصراط المستقيم والذي يهدي إلى صلاح الدنيا والدين.